مع بداية كل سنة جديدة دبي غاردن بلو بتقدم لنا أشياء أحلى وأروع، وهيدي السنة رح نتعرف سوا على الماجيك بارك. خلينا نتعرف عليها سوا. دخلنا هلأ على الماجيك بارك. قد ما خبركم ما رح تصدقوا قديش في أشياء بتاخد العقل من قصص عجيبة وغريبة. رح نفوت على هيدي الغرفة سوا مع بعض. يعني السنة بالماجيك بارك جابولنا القمر لعنا، وبتصور انه ما في اجمل من الصورة يلي ممكن تلتقطوها هون. جاهزين لحتى فرجيكم انه انا اقصر منه؟ خلينا نشوف السحر مع بعض. باي. يعني تخيلوا هون مش بس فيكم تشوفوا برج خليفة عن قرب، فيكم كمان تطلعوا على كل البنايات اللي حتى. شي مرة بحياتكم تخيلتوا انه ممكن تكونوا مثل مايكل جاكسون؟ حفرجيكم كيف. جاهزين لفرجيكم حركة مايكل جاكسون؟ هلا أنا بأكتر غرفة بحبها بالماجيك بارك، اللي هو المقهى المقلوب. مثل ما عم بتشوفوا كل شيء معلق بالسقف. يعني كل غرف بالماجيك بارك أغرب من بعضها، وكرمال تستمتعوا فيهم وحدة وحدة لازم تجوا وتشوفون عن قرب. بدبي غاردن جلو الماجيك بارك.